على بيفور لكم ناس، معاكم احمد عمرو، وهنجاوب النهارده السؤال بتاع الكارديو يتعمل قبل تمرين المقاومه ولا بعديه. طيب الكارديو لو هيتعمل قبل تمرين المقاومه فهيتعمل لغرض الاحماء مش اكتر، مش لغرض الكارديو او مش لغرض اي حاجه تانية، هيتعمل لغرض الاحماء. انا محتاج قد ايه عشان اعمل احماء؟ محتاج من 5 دقائق بالكتير قوي 15 دقيقه. انا بالنسبه لي 5 دقائق بتكون كافيه، لو عايز توصلها 15 دقيقه مش غلط، بس ما تعملش اكتر من كده. بعد ما اخلص تمرين المقاومه بتاعي هبتدي ان انا هعمل تمرين الكارديو. طيب ليه تمرين الكارديو بيكون احسن بعد تمرين المقاومه؟ الاسباب هنقولها دلوقتي. اول حاجه، البنزين بتاع جسمك هو عباره عن ايه؟ جسمك بيجيب الطاقه منين؟ بيجيبها من حاجتين، يا اما جلايكوجين اللي هي الجلوكوز اللي بتخزن في العضله، يا اما من الدهون اللي هي الفاتي اسيدز او الاحماض الدهنيه. في الاغلب اي نشاط انت بتقوم بيه جسمك بيحرق من الحاجتين دولت، ولكن بنسب مختلفه. لما بتعمل شيل حديد او بتعمل ليفتنج جسمك بيحرق جلوكوز اكتر او جلايكوجين اكتر، لما بتعمل كارديو خاصة لو الكارديو دوت كان خطوة منتظمة فجسمك بيحرق من الدهون اكتر، ولكن في الحالتين هتكون بتحرق من الاثنين. طيب هل ممكن اخلي الكارديو بتاعي يكون بيحرق من الدهون بس، او يعني ان هو بيكون بيحرق من الدهون اكتر حاجة؟ فالاجابة هتكون ان انا اعمل الكارديو بعد تمرين المقاومة، والسبب في كده بسيط جدا، ان انا بعد ما شلت الحديد، بعد ما عملت الليفتنج او بعد ما خلصت تمرين الجيم، ايه اللي حصل للجلايكوجين بتاعي؟ ان انا فضيت الجلايكوجين بتاعي، فضيت الجلوكوز اللي موجود في العضله. فلما هعمل كارديو بعديها الجسم مش هيلاقي بنزين تاني ان هو يجيبه غير من الدهون، فساعتها انا هكون بحرق دهون اكتر وهيكون احسن. عشان دي ميزه، دي اهم ميزه في الموضوع دوت، هو ان انت تكون محافظ على الطاقه بتاعتك بتاعه الجيم. لو انا عملت كارديو كتير قبل الجيم وبعد كده جيت هشيل حديد او ان انا هعمل التمرين الليفتنج بتاعي او التمرين المقاومه بتاعي، ايه اللي هيحصل؟ هظلم تمرين المقاومه. تمرين المقاومه من عمري ما هاديه بنفس الاداء لو انا جاي فريش وكامل الطاقه بتاعتي. فدي ميزه مهمه جدا. الميزه كمان اخرانيه هي موضوع الريكفري. بعد ما تخلص تمرين، لو عملت كارديو هادي بعد التمرين فده بيكون جميل جدا في موضوع الريكفري وموضوع الاستشفاء العضلي. فمش معنى كده ان انت ما تعملش هيتس، لا عادي ممكن تعمل هيتس، ولكن حتى بعد ما تخلص الهيت وبعد ما تخلص الكارديو اللي هو عالي الكثافه اعمل 5 دقائق وراها كارديو يكون قليل علشان الريكفري بتاعك يكون اسرع. دي حاجه جميله جدا. طيب بالنسبه لوقت الكارديو المثالي اللي هو هيكون بعد التمرين، احنا قبل التمرين احنا اتفقنا عليه خلاص، بعد التمرين هنعمل كارديو قد ايه؟ انا شايف ان مفيش داعي ان انت تعمل كارديو اكتر من 20 ل 30 دقيقه، ده هيكون كافي جدا صدقني. من 20 ل 30 دقيقه، يعني لو انت حاطط نفسك وقت 30 دقيقه ولقيت ان الدقيقه 25 وانت لسه ما تعبتش، او يعني حاسس ان انت ممكن تعمل اكتر من كده بكتير، سرع الخطوه بتاعتك شويه اخر 5 دقائق، اعمل مجهود اكتر اخر 5 دقائق، هتلاقي ال 30 دقيقه خلصوا وانت مش قادر تعمل حاجه تانية. الكارديو الوحيد اللي انت ممكن تعمله اكتر من 30 دقيقه من غير ما اي ريسك من ناحيه خساره العضلات او الكورتيزول او الحاجات دي هو المشي. المشي ان شاء الله تمشي 5 ساعات في اليوم، مفيش مشكله خالص، مفيش اي ريسك على العضلات او على الحاجات دي. طبعا لو هتعمل هيت فالهيت طبعا على حسب الكثافه بتاعتك، كل ما الكثافه بتاعته زادت كل ما الوقت بتاعه لازم هيقل. فالهيت مش هيزيد عن 20 دقيقه، اكيد هيكون اقل بكتير. ممكن يكون 4 دقائق، انت تعمل 20 ثانيه سريع، 10 ثواني بطيء، وهكذا، وتكرر لمده 4 دقائق. دي طريقه من طرق الهيت. في طرق كتيره جدا طبعا، دي بتعتمد على حسب اللياقه بتاعتك، على حسب انت هتعرف تطلع مجهود قد ايه في اثناء التمرين، على حسب الطاقة اللي انت هتخرجها، على حسب السرعة اللي انت هتشتغل بيها. وكل ما السرعة زادت كل ما الوقت هيبتدي يقل، فالهيت انا ما اقدرش احط تايم ليميت ليه، او ما اقدرش ان انا احط وقت الناس كلها تلتزم عليه، لان ده هيختلف تماما من شخص للتاني. واجابة لسؤال كمان، ايه اللي احسن، الهيت ولا الكارديو الهادي او اللس؟ فالاثنين كويسين، الاثنين ليهم مميزات، انا بفضل الهيت عن نفسي. ولكن مفيش مشكلة خالص ان انت تخلي الاثنين في البرنامج بتاعك. لو حاسس ان النهاردة انت عايز تعمل هيت، اعمل هيت، او اعمل كارديو يكون فيه سبرنت او يكون فيه مجهود عالي كثافه. لو حاسس ان انت النهارده عايز تعمل لسه عايز تعمل كارديو هادي، مفيش مشكله خالص، اعمل كارديو هادي النهارده. زي ما قلنا ده ليه فوائد وده ليه فوائد، مفيش مشكله خالص ان انت تاخد الفوائد بتاعه الاثنين. اللي عايز متابعه بخصوص التمرين مش عارف يبدا ازاي، فهيلاقي رابط في الشرح، ممكن يعمل معانا اونلاين تريننج. لو حد عايز برنامج ممكن يتنفذ في الجيم، فالرابط برده في الشرح. لو حد ما عندوش جيم وعايز يتمرن في البيت فهيلاقي رابط البرنامج برده في الشرح.